بخصوص هذا الموضوع معنا من بركان عبد الصمد وجو موفد ميديان تي في. عبد الصمد أهلا بك. خلال الندوة التي تسبق المباراة بين نهضة بركان واتحاد العاصمة، أهلا بك مريم وأهلا بالمشاهدين الكرام. أهلا عبد الصمد. أقول خلال الندوة التي سبقت أو التي تسبق مباراة الغد بين نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري، مدرب النهضة تحدث عن جاهزية لاعبين الفريق، ما الذي تم الحديث عنه كذلك خلال هذه الندوة؟ أكيد مريم، كانت هناك ندوة صحفية أو قبل المباراة التي تجمع اتحاد العاصمة الجزائري ومستضيفه نهضة بركان هنا ببركان بالملعب البلدي ببركان يوم غد الأحد. الندوة الصحفية كانت فيها أسئلة حول الظروف التي تجرى في هذه المباراة، خصوصا بعد مباراة الذهاب التي حسمت بالقلم لفائدة فريق نهضة بركان بثلاثة أهداف لصفر. السيد المدرب التونسي معين الشعباني أكد أن الفريق جاهز، وفي سؤال لميدي أن تيفي أكد على أنه في أتم الجاهزية لخوض المباراة وأن لاعبينا على أتم الاستعداد للفوز في المباراة وبلوغ النهائي. من جانبه مدرب نادي اتحاد العاصمة الإسباني خوان كارلوس غاريدو، وفي إجابته على سؤال طرحناه حول ما إذا كان يضع خطة أو اثنتين لهذه المباراة التي بين قوسين ستجرى أم لا تجرى، سنعرف الأمر في حينه، لكن قال أنه لديه خطة واحدة وهي التركيز على الجانب الرياضي وعلى المباراة، وأن لاعبيه في أتم الجاهزية، خصوصا أنه في إطار المواكبة النفسية والمواكبة الذهنية للاعبي اتحاد العاصمة الذين كانوا يمنون النفس أن يلعبوا مباراة ذهاب بكرة قدم، لكن جرت العادة وكان خصمهم الأول هو السلطات الجزائرية، وبالتالي هزيمة في مباراة الذهاب بقرار من الكاف، تلتها مباراة إياب هنا في بركان في ظل الظروف، ظروف الترحاب التي تلقاها فريق اتحاد العاصمة بمطار وجدة أنقاد، أيضا كان هناك صدى إيجابي من طرف بعثة النادي. عبد الصمد، بالحديث عن أجواء الاستعداد لهذه المباراة، كيف هي هذه الأجواء؟ هل من معلومات حول التدريبات يقوم بها كلا الفريقين استعدادا لهذه المباراة؟ مريم، نحن هنا بأكاديمية نهضة بركان، الاجتماع التقني سيكون بعض اللحظات، وسيجتمع المسؤولين من الكاف بمسؤولين عن فريق اتحاد العاصمة وأيضا مسؤولين عن نادي نهضة بركان بالإضافة إلى الطاقم التحكيمي، ويتم خلال هذا الاجتماع ترتيب كل الأمور المتعلقة بالمباراة من خلال التعرف على أرقام اللاعبين وأيضا على أقمصة الناديين. فريق نهضة بركان بطبيعة الحال سيلعب بقميصيه الاعتيادي الحامل لخريطة المملكة المغربية، وأيضا سيتم التعرف أيضا على القميص الذي سيلعب به فريق اتحاد العاصمة، وهذا ما سيتقرر في الاجتماع التقني الذي يعقد في هذه اللحظات. الاستعدادات جارية على قدم وساق، فريق نهضة بركان جاهز، لديه حصة تدريبية اليوم على في مدينة السعيدية، في حين أن فريق اتحاد العاصمة سيخوض حصة تدريبية في تمام الساعة 6:30 هنا بالملعب البلدي ببركان. الأمور كلها جيدة إلى حدود الساعة، الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل عرس كروي يليق بهذا الديربي المغاربي بين اتحاد العاصمة الجزائري الضيف هنا بالمغرب ونهضة بركان الذي نمني النفس أن يبلغ النهائي في انتظار الفائز من مباراة دريمز الغاني والزمالك المصري. من بركان عبد الصمد وجو موفد ميديان تي في، شكرا لك على هذه المشاركة.